طيب حقيقة أنا في عندي ملف الفو دوت بي واي ايش في دالة سي هلو بس بتطبع انه او بترجع هلو وورد تمام وفيها ويلكم تو بايثون وانا عندي في الملف بار ايش بعمل امبورت لملف تاني بعمل امبورت للفو كيف بعمل امبورت فروم اسم المجلد امبورت اسم الفايل بدون بي واي تمام حقيت هنا رحت طبعت عبارة انه انا موجود في البار في الملف هذا طبعا الفو والبار هاي تسميات معروفة عند المبرمجين انه انت بدك تجرب بتكون بتبرمج وبدك تجرب شغلات هيك على السريع ومحتار في اسماء المتغيرات خلاص بتروح بتسلم بتسمي فو وبار اسماء متعارف عليها عندك في البرمجة كمتغيرات انه انت بتجرب فيها تمام فهذا الملف البار انه انا طبعت ان انا موجود في البار واستدعيت ميثود موجودة وين في الفو فو دوت سي هالو تمام هذا الكلام احنا شرحناه سابقا في الدوال حقيقة انت لما تيجي تشغل ايش بتلاحظ ويلكم تو بايثون من وين اجت انا في وين موجود في البار انا موجود في البار ويلكم تو بايثون من وين اجت من الفو يبقى هنا في الامبورت ايش سوى راح نفذ ملف الفو وبعديها بدا ينفذ في ملف البار لما انا عمل بس انا في ملف الفو بس بدي هاي الداله بديش هاي الجمله تشتغل فايش بروح بحط بروح بحطها في جمله زي هيك كيف بتجيب هاي الجمله عندك في البي شارب بتحط كنترول جي بيطلع لك عدة اقتراحات بتروح هنا على هذا المقترح لحاله بجيب لك ايش هذا اذا كان النيم بتساوي المين تمام نفذ لي هاي الجملة ايش معنى هذا الكلام اذا كان الملف اللي بيتم تشغيله حاليا هو هذا الفو او بمعنى اخر اذا كان الفو هو الملف الرئيسي اللي انت بتشغله حاليا شغل لي هذا السطر غير هيك اذا كان في الامبورت مش راح يشتغل معنا يعني بس حيشتغل في هذا بالضبط في البار لما نرجع نشغل تاني هنا هاي ارجع شغل تاني بس قدرت انه انت تستدعي وهو المطلوب انه انت بس استدعيت مش قدرت بس استدعيت الداله سي هالو الموجوده هناك هاي تعريفها موجود هنا اما هاي الجمله ما تنفذت لانه هو مش الملف الرئيسي بينما انت لما تشغل هنا تقول له انه يكون الملف الرئيسي كيف يعني الملف الرئيسي تقول له رايت كليك هنا ورن فو بيشتغل الويلكم تو بايثون تمام فهذه بتفيدك انه انت لما بدك تعمل امبورت لملفات بدل ما انه انت انت في عندك معرف كلاسز ودوال وبدك بس تعريف الدوال والكلاسز هو اللي تعمل له امبورت اما الكود الثاني ما يشتغلش فبتحطه تحت هذا الشرط تمام وضحت؟ في فايل كبيرة بس بتحتاج تكتبها عن كل شيء ياكل نعم